بر قلبي إلهي، الحمد لله شفتك بخير وسلامة. كول تقبرني، كول الله يرضى عليك. خلاص أمي، ماني ولد صغير. الله يرضى عليك، كرمالي أمي كرمالي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أمي ليكني قدامك، بكفينا الله يوفقك. يا رب، إلهي لا تعيد علينا هالرعبة. أمي بكفي ندب، أنت مرة مؤمنة المفروض. أمي مالي عم بندب، بس كمان ما حدا بيودي حاله على الموت هيك. هذا شغلي، هذا شغلي أمي، ساري بسار أي واحد عم يعمل شغله. فرضيني جندي واقف على حدود بلده، فرضيني دركي فرع مداهمة، ما حدا أحسن مني. أمي هدول الجنود حامين روحهم على كفهم كرمال بلادهم. أنت كرمال مين؟ كرمال ابن الغانم؟ واقف شكلك تسمعني مو على كيفك. أمي ببوس إيدك روقي بقى. فديته بروحك مرة واحدة، ما بقبل حالي. بكفي بكفي. أنا فايت غير ثيابي وانزل. إيه هرب من كلامي اللي قلك، هرب. تعال هون بدك تسمعني مو على كيفك، مو على كيفك بدك تسمعني. جد خالتي، هدول العالم إذا حبوك دقيقة بيوصلوك لسابع سما، وانكرهوك وغضبوا عليك بيأذوك، مو بس بيأذوك بينزلوك لأسفل السافلين. خالتي خلص روقي، تركيب حاله هلأ مو ناقصه. ما في تطورات؟ الداخلية وقوى الأمن وشعبة المعلومات عم يشتغلوا على الموضوع وعم بيحققوا فيه، بس يوصلوا لشي منخبركم. بس الحقيقة إنه غانم بيك كل شكوكه عم بتدور حول حلقة معينة. حلقة مثل مين يعني؟ عم ينقال إنه العملية صغيرة بطريقة تنفيذها، يعني اللي وراها حدا صغير. ايش هالليلة؟ شفتوا جدول الأعمال؟ أي نعم، وعم تطلعوا عليه، بدنا نحاول نناقش فيه نقطة نقطة بعد نقطة، أوكي؟ فأي حدا عنده ملاحظة سجلها. سلامتك. الله يسلم. يا ريت تسمع مني، بنروح على المستشفى بنعمل فحوصات وصور. دخيل قلبك بيان، ما بقى تجيبي لي سيرة الفحوصات والصور. أنا بعرف عندي كم يوم بدي أعيشهم بهالحياة مثل ما بدي. إذا بدك تعيش مثل ما بدك خليني أهتم فيك، خلينا نبلش العلاج. شو بتخسر؟ تعرف هيدا البيت ما له قيمة بعليك. بكرة بس يجي غانم الصغير بيملى عليكم حياتكم وبيملى عليكم هيدا البيت، وبيرجعوا عيونك الحلوين يضحكوا مثل أيام زمان. بيان أنا بعرف إنه أنت تركت المستشفى وتركت البيت وتركت حياتك كلها وجيتي على حياة جديدة، وبعرف إنه بعدك عروس جديدة وتعرضتي للخطر. هيدا مش هين، بس كله هيدا هين إذا كانت علاقتك منيحة بغمار. شو مبين سكت؟ مزعلك بشي غمار؟ عادي، مشاكل بتصير بين كل اتنين مجوزين. إذا بعرف إنه غمار مزعلك وما خبرتيني أنا بزعل منك.
لا لا ما في شيء مهم، كل شيء منيح. يكون بعلمك لا غمار ولا غيره ما بيهون علي حدا يزعلك. انت بنتي وانت خط احمر. بيطلب منك طلب ماري؟ ما بقى تدخي بليز، ما بدك تتعالج وفهمت، بس ما بقى تدخي. اعطيني اياه هيدي، شو بتحب فيه؟ نحن بقينا لازم تلاقي حل اسهل، ممكن ما بقى عندنا وقت. انتبه. اوكي عم تفهم علي شو عم بحكيك. مستر سليم يسعد صباحك. انا بحكيك بحكيك بعدين. اهلا. فيني اكسبك اليوم ووصلك؟ خير شو الموضوع؟ غمار بيك عاوزك بكلمتين. اترك لي ايدي لو سمحت. لو سمحت. انا عندي سيارتي، ليش بدي اروح بسيارتك؟ يبدو انه الموضوع كثير مستعجل. وبده يشوفك قبل ما القصة توصل للغانم. وهيك بهالطريقة؟ تفضل. نعم نعم ست سوزان، نعم حاضر. بس ما تواخذيني، ما فهمت شو المشكلة. ما تعصبي ما تعصبي ستنا، حاضر حاضر رح اطلع انا وياها. يلا دقيقة دقيقة. ضحى. نعم. شو عملتي لها لست سوزان؟ لست سوزان؟ ايه مش عملت لها شيء لست سوزان. وليه بعتي وراكي؟ ما بعرف. بنشوف. الله يستر. شي شو بدها مني؟ أنا ما بفهم، ما بفهم شي. ماري طلعني همي كتير. خلص كتير هلا بنشوف. ها تفضل ست سوزان، جبت لك ضحى مثل ما أمرتي. ضحى؟ نعم ست سوزان. شو هالقهوة؟ شو بهالقهوة ست سوزان؟ من أيمتى أنا بشرب قهوة فيها سكر؟ بتعطي سكر؟ شوف عمري شوف عمري. بعتذر منك ست سوزان، بس حطيت سكر بالغلط. ست بيان كنت طالبة مني قهوة وهي عادة بتشربها مع سكر. بعتذر. سهيلة. نعم ستنا. ادفعيلها لهالبنت شهرين وخليها تظهر من بيتي هلا. عفوا ست سوزان، بس إنه بتصير حرام. بتصير بتصير ست سوزان بتصير. هيئتك معصبة. خليني روح أعمل لك فنجان قهوة، فنجان زهورات تروق أعصابك. ست بيان خبرتني إنه الزهورات بتروق الأعصاب. ما بدي شيء وما بدي شيء، بدي إياك تضبي ثيابك وتظهري من بيتي هلا، فهمتي؟ هلا. Thank you.
كل شيء على ذوقك مدام؟ ايه تمام حلو كتير. في حال لازمك حيالله شيء، في عندك هيدا الرقم اتصلي فيه، هو بيأمن لك كل طلباتك. عم عذبكن معي. احنا بالخدمة. شو مشان ورقي واقامتي هون؟ ما تعتلي هم، نحن حنرتب كل شيء. سلم لي عزة سوزان وتشكرها كتير على البيت، وقل لها انه ان شاء الله كل شيء رح يكون مثل ما اتفقنا واحسن. اعتبري رسالتك وصلت بالاذن. هلا مثل ما كلكن عارفين، ضحى رح تودعنا اليوم. ضحى درس لكل واحد فيكن. أنا ست هالبيت وكلمتي أنا يلي بدها تمشي. مفهوم؟ مفهوم؟ ويلي زعلان ومش عاجبه يضب كلاكيشه ويلحقها. الباب بيفوت جمل. يعطيكم العافية. من جلالة على حرق لقلبها ابنها. اسكتي اسكتي بأي ظالمة. ولك اسكتي يا بنت اسكتي حبيبتي، بدي حدا يسمعنا هلا. اسكتي بسد بوزك، هذا بس لازم نعمل والناس كنت بتسد بوزنا. حبيبتي يا امي يا حبيبتي، ان شاء الله كبير. روقي حبيبتي روقي. ما عندي وقت للعب. كريمار بيك صار لي ساعة قاعد هون، وصراحة بعد ما بعرف حضرتكم شو بدكم مني. سليم بيك أهلا وسهلا فيك، بتشرفنا أنت بأي وقت وبتقعد ثلاث ساعات، نحن بنكون مبسوطين كتير. تفضل اشرب قهوتك. كريمار بيك مش هيدي الطريقة يلي أنا بتعامل فيها، أنا رجال. أيوة رجال حلو كتير. اسمع يا سليم بيك، الرجال ما بيغدر، الرجال ما بيقوص. شو هالحكي؟ غيمار بيك أنا ما بقبل ينحكى معي بهالطريقة. جاد صوتك كتير عالي أستاذ سليم، ونحن ما عم تفهم علي. أنا بدي إياك أنت اللي تقول هذا الكلام. قلك شو؟ تقلي كيف دبرت محاولة اغتيالي. لك أي اغتيال وأي حكي فاضي، أنا شو خصني بكل هالمواضيع؟ أنت ما دخلك أبداً أصلاً، أنت أصغر بكتير من أنك تضل واقف قدامي بالانتخابات. أنا ما بقبل على الحكي. أنا اللي ما بسمح أنك ترفع صوتك قدامي بهالطريقة. مفهوم يا سليم بيك؟ بعدين هالرجل كان رح بيموت فيها، يعني رصاصتك بكتفه، ونحنا ما بنتعامل إلا بالدلائل والإثباتات، وإليك قدام عينك هلأ بتشوفها، هلكنا لحتى قدرنا نحصل عليها. شوف بعينك. هذا مو توقيعك؟ عم تتاجر بالسلاح يا سليم بيك؟ قول صافي، كتير ناس عم تشتغل بهي القصة، ما عندنا مشكلة فيها. ساحة الدعارة والترويج لها، هذا مو توقيعك؟ قول ما في مشكلة، صارت موضة قديمة. كل العالم عم تشتغل فيها الأيام، ما عندنا مشكلة. يعني شو ما عليك، هذا توقيعك ولا لا؟ هي أقل شيء فيها 50 سنة حبس تحت الأرض، بستحي على دمك. طيب شو المطلوب مني؟ بدي إياك بس تعترف بعملية اغتيالي، صح ولا لا؟ عملتها ولا لا؟ ها ها ساهل هذا. غيمار بيك أنا ما كان قصدي أذي حدا، أنا كان كل هدفي إنه خوف بيك الكبير لحتى يقدر يسحبك من الانتخابات لصالحي أنا. أوكي تمام، بلشنا نفهم على بعض. احكي
احكي لي كيف صارت القصة. بس ليش ما خبرتيني قبل ما تفل انه سوزان شحطتها؟ يمكن كنت قدرت اعمل شيء. بعدين شو عملت البنت؟ ما عملت شيء بيستاهل انه تنسحط يا ست بيان. بس هيدي ضريبة كل واحد بيتقرب منك بهالبيت اكثر من اللازم دكتورة. بيتقرب مني اللي انا شو خصني؟ ما فهمت. انت ما خصك. بس لا حول ولا قوة الا بالله. المعتر ما له غير ربنا بهالدنيا. شو بده يحكي الواحد لا يحكي. شو يا سعد؟ الغانم بعده مشغول ولا معصب ما بده يشوفني؟ مشغول وعنده شوية اتصالات. أسعد دخيلك بدنا نحلها، طولت. مع إنه عملتك كبيرة، شو نسيت إنك وقفت بوشه قدام الكل؟ حمار، ما أنت أكتر واحد بتعرفني. بعدين مش سهل الواحد هيك يسحب كرسي من تحته بلحظة. بعدين أنا بس عصب بسكر راسي وبغلط. وبس توعى؟ هلا بس اوعى موضوع تاني، ولكن جايين ناخد رضا للغانم، بعدين ما بدي يفكر انه انا لي علاقة بالاشياء اللي عم تحصل لعائلته. الغانم بيعرف كتير منيح انك انت اصغر من انك تقدر تعملها. بس اذا حب يلبسك اياها ممكن يلبسك اياها وجسمك لبيس. ساعتها ما حدا حيتطلع فيك. انت حتكون الدرس جديد قدام الكل، حيربي الكل فيك. أسعد لازم الغانم يشوفني ونحلها. دخيلك. واو، بعده لهلا عم بيجيب لي كرود. شو بدك أحلى من هيك؟ ما بدي أحلى من هيك. شو بك اللي عم تضحك؟ عم بضحك لأنه هالمرة إلهم غير معنى، مش مثل أول مرة، مش مثل ما أنت مفكرة. كيف يعني؟ ما عم بفهم. سؤال صعب. ما بعرف يا رح، حاسة حالي عايشة مع رجال كل يوم بشخصية. يوم بحسه بعيد عايش بغير عالم، يوم بحسه قريب، يوم بحسه رومانتك. ما عم بفهم، ضايع ومضيعني معه. كل هول يعني مانك مبسوطة؟ ما بعرف، ما بعرف إذا مبسوطة ولا لا. بس من وقت ما فت هيدا البيت وحاسة حالي غريبة. أصلاً ما في شيء بهيدا البيت بيشبهني، ولا عم بقدر فوت بجوهم. طب شو الحال؟ بدي ارجع على حياتي، بدي ارجع على شغلي. اشتقت. علي هونيك المرضى بيتعالجوا، في امل يتعالجوا. هون صعب. anyway انت طمنيني عنك، شو الاخبار؟ كيف خالته؟ منيحة. وانت؟ منيحة. كيفك؟ طمني عنك. الحمد لله أنا كتير منيح. أنت كيفك سوزان؟ أنا منيحة. أمتى في شوفك لحتى نحكي بالموضوع يلي خبرتك عنه؟ ساعة اللي بدك. بتشرفي، المكتب مكتبك. طيب بس هيدي آخر مرة، ما بدي الناس يشوفوني فايتة ظهر لعندك على المكتب. أنت بتعرف أنت مين عند الغانم؟ أنا اللي بيعرف قديش بيعزني الغانم. على كل حال أهلا وسهلا فيكي ساعة اللي بتشرفي يا ست الكل انت. ومثل ما بيعرفوا السادة المشاهدين بانه ولاية المجلس النيابة الحالي بعد ما انتهت، وهول الشهرين اللي جايين المفروض يكونوا تحضيرات لحملات الانتخابية لمرشحين الاحزاب ومرشحين المسؤولين. تفضل. هذا البروسيس صار معروف بالبلد. اول شيء حيكون تحضير القوائم الانتخابية وفي فترة زمنية محددة لتقديم المرشحين، وبعدين بحق لأي مرشح انه ينسحب بعد 45 يوم من شو يا بيك؟ خليه يمشي وبيرجع بوقت تاني. والله بتشوفه وبتحكي معه شي كلمتين هو رح يموت لترجع ترضى عليه. وأنا فكري هاي فرصتنا. قديه صار لكم نطره؟ له زمان.
قاعد فكرة عم تاخده وفكرة عم تجيبه. كمان 10 دقايق ما بيشكو من شي. بيكون استوى أكتر. بس بعدني لهلأ ما اقتنعت. ليش بدك يصير هيك؟ اعتبرها ختمة شخصية. وإلا ما يجي فرصة ردلك إياها بأحسن منها. هالقد مضايقك غمار يكون سند لبيو؟ أو مضايقك لأنه ابنها لوداد؟ لو تعرف شو في بقلبي يا زاهي. مهم قصدتك بختمة وإلى مقابل. بعدك بتغاري منها لوداد وهي ميتة؟ ميتة عند ربها، ميتة بورقة النفوس عند الدولة، بس أكيد منا ميتة بقلبه للغانم. جربت كتير نسيها. فكرك نسيها؟ ولا مرة ولا نهار قدر ينسيها. كل عمري جرب ياخد مطرحها. ايه يمكن قدرت اخد مطرحها بتخته ببيته بمصرياته، بس ولا يوم قدرت اخد مطرحها بقلبه. بعد ما صبرت كل هالعمر، بعد حرقت قلبي على ابني، يطلع لي ابنها لوداد بوجهي كل نهار. لا لا ما قادرة، ما قادرة احملها زاهي، ما قادرة. وانت بدك تساعدني لحتى طفي هالنار اللي بقلبي. لعيونك انا صدقت على الله يجيني فرصة مواجهة مع الغانم يلي سرقت منها. بس ما تتأخر، اللي انت خبيت على البواب. علي بيك اقعد اقعد. بدك تجيب لي موافقة أعضاء الحزب على ترشيح غمار بيك للمجلس النيابي. ما بدي شوشرة ولا وجعة راس. أمرك يا بيك. هرد، أنت كيف بتدخلية على مكتبي من غير موعد؟ مسيو غمار هي قالت إن ضيبتك من الشام وفي موضوع كتير ضروري لبدها تحكيك فيه. اوكي، اجلي لي موعدي في نص ساعه. اي حدا بيتصل بيسال عني بتقلي له عنده اجتماع ضروري. شو بتقلي له؟ انه عندك اجتماع كثير ضروري. ماشي، يعطيك العافيه. عايدة، شو عم تعملي هون؟ ما بتعرفي انه جيتك على الشركة خطر كتير؟ بعرف، بس انا جاي اخبرك شي كتير ضروري. انت لازم تسمعني. حاجة تهرب مني. اوكي، عم بسمعك. شو بدك تقولي لي؟ انا طلبت الطلاق والولاد اختاروا يضلوا مع ابوهم بالشام. هذا الشيء كان لازم تعمليه من سنين طويلة. ليش هلأ جاي تخبريني اياه؟ لأني صرت حرة. مو هذا الشيء اللي كنت أتمناه كل الوقت. يعني اللي كان واقف بطريقنا خلص ما عاد موجود. حرة؟ حرة بالزمان وبالمكان وبالوقت الغلط عايدة. أنا هذا الشيء كان بدي اياه من زمان كتير. ومن زمان انتي ما قبلتي الضحي. أنا تفهمت. بعدين بلشت قياس.
وبعدين قبلت ومشيت. غمار، حاجة بقى تحاول تبعدني عنك حاجة، لأنك ما رح تقدر. بتعرف ليش؟ لأنه الحب اللي بيناتنا مستحيل يخلص، لأني اللي زرعته بعقلك وبقلبك وبخيالك من سنين مستحيل ينتهي، واللي زرعته بقلبك وبعقلك وبخيالك سنين ما رح يخلص. نحن لبعض، كنت إلي ورح تضل إلي. بنتي عم تألفي هيدا، انتي عم تعيشي قصة بس موجودة بخيالك، انتي عايشي قصة من الماضي. لا، أنا ماني عايشة بالماضي. أنا تركت بيتي وولادي، تركت كل الأمان اللي كنت عايشة فيه وجيت لعندك لهون لحتى راضيك. أول شي وطي صوتك لأنه نحن بمكتب. ثاني شي لا تحمليني أي مسؤولية بقرارك بالانفصال، لأنه علاقتك مع زوجك علاقة منتهية وميتة من زمان. فلا تحمليني أي منية بالشي اللي صار بينك وبين زوجك. أنا لا ضربتك على إيدك ولا قلت لك اعمل اللي عملتيه. صح، وأنا بعترف بغلطي، وأنا جيت لعندك لحتى أصلح غلطي. غمار، أنا ما بقدر أنسى اللي كان بيننا، أنا ما بقدر أعيش بدونك. جيتي لعندي بعد ما يئستي من علاقتك بزوجك. هذا الحكي مو صح، وانت بتعرف كتير منيح اني انا اجيت لعندك لاني بحبك. بحبك، ما بقدر اتخيل حياتي بدونك. عايدة احملي حالك وروحي لعند اهلك وبيتك وولادك، اذا فيكي اذا ما فيكي لاقي لك مكان جديد وشخص جديد وابدي معه حياتك. بس الله يخليكي تكون بعيدة عني وعن حياتي، لأنه أنا بالنسبة لي خلص كل شيء انتهى، ما عاد في إيدك عندي شيء. استأجرت بيت ببيروت، قلت بجي بشوفك قبل ما اروح عليه لاني اشتقت لك. اشتقت لك كتير، اشتقت لريحتك. رح ابعت لك عنوان على الواتس انت ما بدك. تعال عندي، رح كنا سنتين كل العمر رح ضل ناطرتك. Thank you.
شوي شوي على الغراض. شو يا بيك؟ شو رأيك؟ شو عملتوا فيه؟ شو رح نعمل فيه؟ لكم بيته موجود حي يرزق. ما تسلموا للمخفر ها؟ لا ولو. ونقول لهم إنه واحد من رجال الغانم خانه ما حلو بحقنا. أنا يا بيك اللي بيهمني أنت تعرف مين معك ومين ضدك، مين بيحبك ومين بيخونك، وبالنهاية أهم شيء عنا اسم العيلة. وكيف رح تنهيها مع الوطي؟ يعني أكيد ما رح نصفي بالآخر. نحنا مالنا مافيا، نحنا من بيت سياسي وعائلة عريقة. سحبنا جواز سفره، سحبنا وراءه، جمدنا أملاكه. بالمختصر يا بيك، تحركاته رح تكون تحت إدارتنا وتصرفنا. ريمار صار لازم نمشي، رح يطلع الضوء. ها؟ عم لك صار لازم نمشي، رح يطلع الضوء. لا خليه يطلع الضوء جادو، خليه يطلع. تركني فرحان ومبسوط من اللي شفته عم بيصير بعيونه للغانم اليوم. ان شاء الله على طول مبسوط. صحة. تفضلي مدام. خير مدام، في شيء؟ لا ما في شيء، بس ذكرت الحادث. ما تقلقي مدام، اطمني. يلا من هون بسرعه. معلش اولاد اولاد. يلا حبيبي تعال. لا لا جد ولد ولد حرام. شو عم تلعب حبيبتي؟ عم نلعب حرب. حرام؟ مش حلوه هيدي اللعبه؟ ما انت طيوب وصغير. من قال لك انه انا صغير؟ ما حسك، روح من هون. يلا حبيبي يلا من هون، يلا 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 بسرعه. تفضل. هالولاد الحرب ضيعتهم حرام. دكتوره تفضلي اطلعي، المنطقه كثير خطره، ما بيسوى تضلك هون. ست بيان
يا اهلا وسهلا. بونجور سعاد. نحن وصلنا شوي قبل بوقت. كيفك؟ منيحة؟ منيحة. يلا اطلعي تنحكي مع السمسار. ميرسي. معلش درجنا بتاعك شوي. شعراته ولو وقلبه ولو وعيونه ولو. بونجور دوموزيل، حضرتك طالبه بيتزا؟ لك ما بقلبك ما اسالك. لك شو بك يارا؟ شو بك؟ شو بك بتضلك هيك تنكدي؟ شو بك؟ لك انا هيك؟ انا هيك النكد بدمي؟ شو بدك رامي؟ لك يارا يارا انا عامله حسابي وجايب لك غدا وقلت نتغدى سوا، جايب لك بيتزا بيبروني يا رارا. انت شو مفكرني؟ شو مفكرني وحده هبله؟ مره بيتزا، مره ساندويتش شاورما، مره ساندويتش فلافل. لك خلص بقى، دهار من حياتي بقى. يارا عن جد انا جاي صالحك، ما عادش بدي ابتزك يارا، عن جد انا بحبك يارا. لك شو بدك يارا؟ يارا يارا تتجوزيني؟ بتجوزك؟